مرحبا بكم في الفضاء هذا اللي هو فضاء المواطن. الفضاء هذا مش نعاود نذكر فيه معنا اللي هو الاشتراك مع السفارات المعنيه اللي كنت حاضر فيها. هذا توجه جديد معنا وزاره الداخليه في اطار معنا التوجه لاصلاح المنظومه الامنيه. هذا شيء في اطار زاد اللي بعد في الفتره الاخيره عملنا اتفاق وشراكه مع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد كيما مع الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان وكيما مع الهيئه الوطنيه للتعليم. الفضاء هدايا الخدمات نتاعو اعتقد انكم انتم مش تساهموا في التعريف به حسب ما اعطيناكم معناها المعطيات هذه الموجوده وظهر لي الموضوع هدايا واضح معناها في التعريف به وبوش راكم نعاودوا عليكم برشا باش تعاونونا في الاطار هذايا. هذايا المعطى الثاني باش نحكي فيه هي الاستعدادات معناها اللي تقوم بها الوحدات الامنيه بالاشتراك مع الوحدات العسكريه لتامين راس السنه الميلاديه. تم احتياطات معناها تم معناها استعدادات على مستوى استنفار كافه الامكانيات الماديه والبشريه بالنسبه للمناسبه هذه. بون العمل في مكافحه الارهاب ماهوش عمل موسمي ولا استثنائي ولا مناسباتي، لكن ما تعرفوا ديما ثم تجديدات في المناسبات هذه سواء في رمضان والا في المولد والا في راس السنه الميلاديه. ثم تنسيق على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي يوميا. ثم اجتماعات صارت حتى مع بين السيد وزير الداخليه وزير السياحه لتامين الفضاءات السياحيه هذه، وثم مخططات للتامين الذاتي للفضاءات هذه. تم المشروع نتاع تامين المدن بالكاميرات سيرفيونس هذايا بالتنسيق مع الهيئه معناها نتاع المحافظه على المعطيات الشخصيه هذه، زاد مشينا فيه شغل كبير ونورمالمون في النص الثاني نتاع شهر نتاع عام 2018 باش يتم الشروع في تنفيذ المشروع هذايا. تم بالنسبه للاحتجاجات الاخيره بالله المفضلكم راه ثم فرق بين الاحتجاجات السلميه واللي رينا المره الثانيه ما عنده حتى علاقه بالاحتجاجات السلميه هذايا سواء في الكرم ولا في العديد من البلاد الاخرى. تم معناها ضرب من المولوتوف، تم الاعتداء على فروع بنكيه وطحنا ناس كانوا في سرقه الفروع هذه. مضى بينا تعاونونا حكايه التفريق بين الاحتجاجات السلميه وبين عمليات النهب اللي قاعده تتم. فرحه الدوله في احدى ولايات معناها في الشمال الغربي نهب اصلا في محلات نتاع بيع محلات قهوه مدنيه. انتم راكم معانا باش تشهروا وتفرقوا بين الاحتجاجات السلميه اللي كلنا رانا معاها ويكفلوا الدستور وبين الناس اللي تحب توظف وتستغل التحركات هذه وتحت توظف وتستغل. نحط ثلاثه اسطر، ثم ناس عندها اهداف اخرى وانتم تعرفوها اللي هي تحب تستغل وتوظف التحركات هذه. ما عادش نحبوا نحكيوا على ان التحركات هذه يكفلوا الدستور، ولكن ثم ناس اخرى عندها اجندات اخرى تحب تدخل، وهذه على قليله ظهرت في ثلاثه مناسبات. المناسبه الاولانيه هي الاحتجاج على وفاه معناها محتفظ به في مركز في بوعرابه، الا ان شعارات المونوتوب باليسار وانكم يا طاغوت وانه غيره لا علاقه لها بالاحداث. تم حتى رصد بعض التحركات والاتصالات بين مناطق ومناطق اخرى لتحريكها بعيدا عن المطالب السلميه. كل انسان يتحرك من حقه بالدستور انه يتحرك، لكن انه يتحرك في الليل بعد العشره نتاع الليل والثلاثه نتاع الصباح ويستهدف الممتلكات العامه والخاصه هذا اسمه تخريب المنام، وخلينا نسميه الاشياء باسمها. هذايا في المعطى ثم بعض الارقام باش نعطيهم في على مستوى النجاحات اللي حققتها الوحدات الامنيه بالنسبه من اول جانفي حتى 30 نوفمبر. الوحدات الامنيه تعاملت سلميا مع 12595 تحرك احتجاجي، 12595 تحرك احتجاجي، ونعاود للمره معناها العاشره ان التحركات الاحتجاجيه 12595 تحرك احتجاجي. رانا احنا التحركات الاحتجاجيه نحميها ودورنا باش ووصلنا قدرنا في التحركات اللي هي نصرة للقدس والناجيري في نهار اكثر من 100,000 محتج ونواهنا بالشيء هذايا، ولان الاحتجاجات كي تبدا مقطعه راهي ديما ما تخرجش على السياق، ولكن مالوريزمون ثم ناس تركب وتوظف في الاحداث هذه. 12595 احتجاج هذوما، ثم الاشخاص المفتش عليهم ديما الارقام اللي باش نعطيها لكم هي من 1 جانفي الى 30 نوفمبر وقفنا الوحدات 74,521 مفتش عليه، 74,521 مفتش عنه. ثم القضايا المتعلقه اللي فشلتها الوحدات الامنيه كل وديما في نفس الفتره من 1 جانفي الى 30 نوفمبر الفارق المتعلقه بالسلم والبركاجات هي 5309. وهنا راني نحب نقول لما الناس تحكي على ارتفاع نتاع الارقام حتى حد ما عنده الارقام كان وزاره الداخليه، واللي يحكي على ارتفاع يلزم يعطينا الارقام، خاطر ساعات الناس حتى من الجريمه ما تفرقش لا بين البشاعه ولا بين خطره الجرائم. ساعات رانا نخلطوا بين جوج مفاهيم بين بشاعه الجريمه
وفي الواقع اللي موجود فيها. واذا كان الانسان باش يعطينا ارقام ويعمل مقارنات اذا تكون عنده ارقام سعر. بالنسبه للقضايا المتعلقه بالجرائم الالكترونيه واللي هي جرائم مستحدثه وجديده، الوحدات الامنيه باشرت 118 قضيه في الفتره السنه الحاليه. هنا بالنسبه للجرائم الالكترونيه يتم استغلال الفضاء الافتراضي في كافه انواع الجرائم، في مقدمتها الاستقطاب في الارهاب، واللي تقريبا حوالي 90% من طرق الاستقطاب حاليا تتم عبر العالم الافتراضي. علاش هذا؟ لانه بعد 2011 الاستقطاب كان يتم بزوز طرق، كانت بالخيمات الدعويه وكانت بالمساجد المسيطر عليها. وقت اللي تنحاو زوز عوامل هذوما، اليوم ولا الاستقطاب يتم عن طريق الفضاء الالكتروني. والفضاء الالكتروني ما يتمش استقطابه كان في مجال الارهاب، في مجال الهجره السريه، في مجال المخدرات، في مجال التحيه، حتى في مجال دار الارهاب كاين معناها مواقع وهميه تحب تشري الكراهب والراجل وقت يجي يشري كراهب عامل له بركاج. معناها ثم تو في الفضاء الافتراضي الجريمه بانواعها تعدل التجربات. القضايا المتعلقه بالفساد المالي والاداري وفي اطار مكافحه وزاره الداخليه للفساد باشرت الوحدات الامنيه خلال السنه هذه حتى 30 نوفمبر 174 قضيه. بالنسبه للتصدي لظاهره حمل الاسلحه بدون رخصه، وكي نحكي عن الاسلحه بنات القصيد والمسدسات وغيرها، بغض النظر عن القضايا المتعلقه بالارهاب باشرنا اكثر من 65,000 قضيه. القضايا المتعلقه بالمخدرات باشرت الوحدات الامنيه 4789 قضيه. وكي نحكي على المخدرات نحكي على الكنب الهندي ونحكي على الاقراص المخدره، ونحكي على انه راهو الانخراط في الشبكات وفي الاستهلاك في العنصر النسائي وفي العنصر الرجالي راهو موجود الحكايه هذه كلها. المخدرات باشرنا 4789 قضيه. وبالنسبه للحملات الامنيه اللي قامت بها الوحدات الامنيه في وسائل النقل العمومي اللي هي ولات فضاء لممارسه العديد من الجرائم كما النطر وكما الجريمه، تم معناها مباشره 8968 قضيه. نعاود نحب ناكد على حاجه، ان وزاره الداخليه على قليل قوات الامن الداخلي، احنا بالنسبه لنا رانا الاولويه نتاعنا هي الحرب على الارهاب والحرب على الجريمه، لكن اذا كانت تصير تحركات احتجاجيه بطريقه منظمه بعيده عن المطالب الشرعيه تحب تهربشك على اليمين وعلى اليسار، راهو هذا يؤثر تاثيرا على الاداء نتاعك. بالنسبه للاعمال الارهابيه نقول ان التهديدات دائما قائمه، واحنا شفنا الان ثم دعوات حتى للتحرك في راس السنه الميلاديه. احنا جاهزيتنا ماهيش مربوطه بمناسبات، لكن ديما نقول لكم انه ثم مناسبات يتحركوا فيها في رمضان بحجه احياء فريق الجهاد وفي المولد النبوي وراس العام باعتبار انه بدعه، لكن الجاهزيه القتاليه تاع قواتنا موجوده في كل وقت، لكن نرفعوا منها والناس كلها ذو الامكانيات البشريه والامكانيات الماديه كلها مجنده اولا لتامين العطله. احنا خاطر عندنا عطله وعندنا ناس تتحرك تمشي وتجي، عندنا عطله تو وعندنا العوده نتاع العطله وعندنا التظاهرات التي تتزامن مع العطله وعندنا التظاهرات التي تتزامن مع راس الميلاديه، هذه كلها راهي موجوده مع بعض. في الاطار هذا زاد ندعو المواطنين الى مزيد من الالتفاف مع المؤسسه الامنيه، لانه راهو المؤسسه الامنيه وحدها في التصدي لاي ظاهره بما فيها ظاهره الارهاب راهي تبقى قاصره في ظل عدم معناها تعاون المواطنين. وهذه هي المعطيات. حبيت نعاود لكم انه وزاره الداخليه نعاودها ابرمت شراكه دارنيرمون في مكافحه الفساد مع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، ورئيس الهيئه هذه كان لقاء مؤخرا مع السيد وزير الداخليه. وزاره الداخليه حاله يديها للاصلاح، وهالفضاء اللي قاعدين ننتشروا فيه هو في اطار الفضاء واختياره مش عفوي، والناس اللي تخدم فيه مدنيين، وحابين نخرجوا المواطن لكن الصوره النمطيه نتاع وزاره الداخليه ها هو قرب خايف عرضه واحد بسيء. الفضاء هذا فضاء مدني داكوردو، زاد باش نعطيكم ميساج في الفضاء هذايا، راهو الفضاء هذا يقدم خدمات استثنائيه، مش معناها اللي لازمه باسبور باش يجي يطلعوا هنا، هذا ماهوش مركز، هذا باش يعالج بعض الوضعيات، ثم طلبه، ثم عمال في الخارج، ثم ناس تشتكي بتصرفات اعوان في الامن في كل بلاصه، هنا اتفقوا ليها تسمعها، ثم مطالب نتاع تراتيب مستعجله، زاد هنا باش تاخذهم، والناس اللي موجودين هذوما زاد هنا تكون باش يأديوا الخدمات هذه، ولكن هذا ماهوش مركز راهو يعوض لا مركز امن عمومي، لا برا كان حق باسبور طلعوا عندهم فضاء اسمه فضاء المواطن، هنا باش نعالجوا حالات استثنائيه، تشكيات وعرايض تتعلق بالامن الوطني، خاطر بالنسبه للحرس الوطني في اطار الشراكه مع الدول الهديه الاصدقاء والاشقاء، ثم مشروع لاحداث مكتب في الحرس الوطني، وزاره الداخليه ماشيه في منظومه الاصلاح لكي تؤكد مره اخرى
معناها ان في سبيل اقامه دوله القانون والمؤسسات وحتى اللي كان يرار اللي باش نركزوه يخضعون الى القانون وبالتنسيق مع الهيئه الوطنيه للمحافظه على المعطيات الشخصيه، لكن عمليه الاصلاح تتطلب معناها تطور واحد. واذا كان يصير اي اشكال عربي مع صحفيين ولا مع مواطنين، راهي عمليه الاصلاح باش تغير اصعب عمليه في التاريخ. ديما عمليات التغيير هي من اصعب العمليات في السلوكيه، لكن الاراده في اعتقادي هي الخطوه الاولى اللي توفر لنا الاطار هذا.